السلام عليكم. من الرجولة أن تعجب بعدوك إذا كان هذا العدو يستحق الإعجاب وعنده صفات نبيلة وعنده أخلاق الرجال، لكن للأسف هاي الأخلاق ما لقيتها عن ضابط الموساد الإسرائيلي إيدي كوهين، وأنا ببحث مع فريق الإعداد لفواصل عن سيرة هذا الشخص، لأن المعلن والمخفي عن حياة هذا الشخص صحيح إشي بخزي وما في أخلاق بالمطلق، لكن كله بصب في خدمة إسرائيل ومشروعه، وأكيد هو بالنسبة إله مفتخر جدا بهذا التاريخ. اللي خلاني أسجل هاي الحلقة الخاصة أنه إيدي كوهين أخذ أحد التقارير الصحفية اللي نشرناه بمنصات، وهذا التقرير خاص إلنا وعاد نشره على صفحته على تويتر زي ما أنتوا شايفين قدامكم بالفيديو، وعلق عليه بسؤال: هل الأردن بخير؟ اللي أثارني مش إعادة نشر كوهين تقرير لمنصات، بحكي لهذا التقرير عن مشكلة تخص الطاقة في الأردن وعن استئجار باخرة في العقبة مشان الغاز كلفتنا قد حقها 4 مرات لغاية الآن. لا، اللي أثارني هو نقل البعض هنا في الأردن لتقريره معلقين أن إيدي كوهين ينشر تقرير لمنصات يقول أن الأردن ليس بخير، في إشارة وتلميحات قذرة تمسني شخصيا وتمس شبكة منصات. طيب، إذا افترضنا أن إيدي كوهين بيخدم المشروع الإسرائيلي وهذا حقه وهي شغلته وفلسفته بالحياة، كيف عندنا بعض الإعلاميين والصحفيين والناشطين يروجوا لفكرته ولفكره بدون أي انتباه أنهم بيخدموا مشروعه؟ وحتى أوضح الموضوع أكثر وأبسطه مشان يفهم اللي بيخدم مشروعه وبعيده نقل فكره، خليني أشرح لكم شو وظيفة إيدي كوهين. تدرج هذا العدو ليصبح عقيد في شعبة الاستخبارات العسكرية اللي تعرف باسم آمان، وبعد هيك حصل على الدكتوراه في مجال دراسات الشرق الأوسط، ويعمل حالياً في جامعة بار إيلان، وهي الجامعة وهاي الجامعة تعتبر معقل اليمين المتطرف في إسرائيل. أصلا من سمى هاي الجامعة وأسسها هو أحد كبار مؤسسين الجماعات المتطرفة الدينية، وهو مائير بار إيلان، وهو رئيس حركة يهودية، وهذولا قصتهم قصة ما في مجال ذكرها الآن. المهم، خليني بموضوع إيدي كوهين اللي اشتغل في مركز بيغن للدراسات الاستراتيجية اللي تابع لنفس الجامعة، ومن هون نقدر نعرف أنه إيدي كوهين صاحب خلفية عسكرية وأيديولوجية يمينية. بعدين تدرج كوهين حتى أصبح مسؤول قسم أسلحة التأثير النفسي ورئيس دائرة أعمال الحرب النفسية في الموساد الإسرائيلي، ويعمل كذراع إعلامي غير مباشر ومسؤول تجنيد الجواسيس في الوطن العربي. الآن هو ناشط في نشر تغريداته على الزعماء في الوطن العربي، وكمان بتابع أهم الأحداث السياسية والاقتصادية اللي بتصير في الوطن العربي وبيعلق عليها. شو أهدافه من هذا النشر وهذا الكلام؟ هذا الكلام بدي أوجهه أنا للزملاء والناشطين اللي بيعيدوا نشر ما ينشره إيدي كوهين على صفحته، وبيعيدوا نشره على الجروبات الواتساب في الأردن وصفحاتهم. شوفوا حضراتكم كيف بتخدموا مشروعه، بقصد أو بغير قصد، يعني بديش أركز عليها كثير. المهم، أهداف إيدي كوهين من النشر التأثير على الوعي المجتمعي العربي بحيث يقدم إسرائيل كقوة لا يمكن الانتصار عليها. يهدف من تلك الهجمات الإعلامية إلى تيئيس المتلقي العربي من عوائد مواجهة إسرائيل وتسويغ وترويج التطبيع مع إسرائيل، اختراق النخب العربية ومد جسور التواصل معها لاستخدامها لاحقا في خدمة مشروع التطبيع. طبعا إيدي كوهين بنشر معلومات بتدعي إنها سرية وتكشف خفايا وأسرار لبعض الأحداث اللي بتصير في العالم العربي مشان يوسع متابعينه في العالم العربي، وإنه هو اللي بيكشف الأسرار وخاصة عن الملوك والزعماء العرب. يعني حجم المصداقية لإيدي كوهين بالنسبة للمتلقي العربي أكبر من مصداقية وسائل الإعلام المحلية، وأنا بقول بالنسبة للمتلقي، وهذا يعني إنه إيدي كوهين سهل جدا يمرر اللي بده إياه على أساس إنه كل اللي بيحكيه صادق، يعني بيقدر يصدر أي فكرة بده إياها، وهو أداة إعلامية مهمة للمشروع الإسرائيلي. وأنتوا عارفين أنه أداة للمشروع الإسرائيلي، يعني أنتوا المتلقين عارفين، يعني مش عارف كيف تزبط عندكم هاي. طبعا التنسيق عالي جدا بينه وبين أفغاي أدروي متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي مشان تكون المنشورات ما تتضارب بينهم. طيب، هذا العدو وكل هاي المعلومات الخطيرة والأهداف من النشر، معقول السذاجة عنا توصل لدى البعض لمتابعة ما ينشر؟ لا، ولسه الأخطر في قباحة الذنب من خلال إعادة البعض نشر ما يتم نشره على صفحته بطرق مختلفة.
احنا بمنصات، وانا بحكي بلساني بلسان الزملاء كلهم في شبكات منصات، والله انه احنا ما بيشرفنا يا ايدو كوهين انك تقتبس من منصات وتعيد نشره على صفحتك. احنا بنتحدث عن شأن داخلي في الاردن، اذا كان علامات استفهام حول شبهات فساد او غيره من تعظيم للانجاز. احنا دفاعنا عن الاردن، واحنا حرص على المال العام والموارد، لكن بس تقتبس تقاريرنا يا ايدو كوهين، احنا بدي افهمك شغله انه احنا اسره واحده وكل شيء عندنا بخير. خليك بمشاكلك ولا تحاول تصدر ازمتك انت وحكومتك اليمينيه المتطرفه لعنا. قبل يومين المظاهرات هزت تل ابيب لانه شعبكم زهق من تطرفكم وفسادكم ومؤامراتكم على شعبكم. الشعب بده يعيش بسلام عندكم يا رجل، فك عنا يا عفوا يا ذكر، لاني والله انا ما بعتقد انك رجل، فك عنا وخليك بتطرفك وبحقدك انت ومن هم على شكلتك. اليوم طلع خبر تناقلته وسائل اعلام عالميه انه ما يقارب 40 طيار احتياطي من سرب النخبه عندكم رفض الانضمام للتدريب، وهي خطوه سياسيه ما لها سابق عندكم، ودليل انه الازمه كبيره تتفاقم، يعني المعارضه متزايده وغير مسبوقه. لذلك ابلش بحالك احسن. اما البعض اللي بيحاولوا يروجوا في الاردن ترويج منشوره، ترويج المنشور على منصات على صفحه ايدو كوهين، بحب احكي لكم انه معركتنا بمنصات اكبر منكم بكثير، وانا ادري ان ما نقوم به في منصات اشواك في حلوقكم، والقافله راح تكمل طريقها ونباحكم ما راح ياثر على مسيرها. وتاكدوا انه في وراء القافله ناس شغلتها تمردغ الكلاب، يعني محسوب حسابكم اذا ما رجعتوا لدحوركم. السلام عليكم.